بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الزملاء في الاخوان اخواتي. اليوم حبيت نشارك معكم هذه التحضيرات البسيطه اللي ممكن نقوم بها كل رمضان. اول حاجه ديتها هنا يا اخواتي هي لاشابلوغ، حصلت لاشابلوغ، حبيت نوري لكم الطريقه اللي انا نوجد بها لاشابلوغ. انا نخليه في المطبخ حتى في ذو الايام وحده، راكم عارفين يبس، المهم يكون في مكان مغطي ويكون نظيف، واذا ما قدرتيش ديريه في المطبخ في الفرن مباشره، وبعد نرحيه، بعد ذلك نضيف له ملعقه صغيره تاع سوم بودرة، شويه تاع الفلفل الاسود، وملعقه صغيره تاع الخميره تاع الحلويات، والملح ديروا له شويه كميه مليحه تاع الملح، ومن بعد نخلطه كامل ونديره في البلارات. طريقه سهله في رمضان، ما نضلش نجبد وكل خطره ها تفكرت خاصني لاشابلوغ. راكم عارفين هذا كامل يعني يضيع لك وقت في المطبخ، هذو كامل تجهيزات نديروهم بيسهلوا لنا. ومن بعد حطيتهم في هذو البلارات، هذه البلارات خواتاتي عجبتني بزاف، هي في الاصل تاع سباغيتي، انا درتها هنايا تاع لاشابلوغ، تجبدي مباشره الكميه. الاكياس ثاني خواتاتي هذو ما يخطونيش كامل طول رمضان، الكبار هادو ولا هادو صغار نستخدمهم. كيما هنا اللحم مثلا انايا ندي ونحط فيه هادو الاكياس الكميه اللي نحتاجها للحريره، هذا اللحم اللي وجدته تاع الحريره هذا هو، ندير مباشره الكميه اللي نحتاجها تاع اليوم. كل يوم كي نروح نجبد مباشره الكيس، ما نضلش كل خطره نقطع وجيب لي وما تجيبليش، نشري 15 يوم. انا ثاني درت افخاذ الدجاج، غسلتهم شوطهم غسلتهم درت لهم الملح ودرتهم في هذو الاكياس وندخلهم للمجمد. درت على الدجاج مازال ما جابليش، يعني مازال ما كملتي كاع التحضيرات. هنا الحميصه خواتاتي نفختها في الليل، وفي الصباح طيبتها كيما طيبت اللوبيا اللي بعثتها لكم في القناه، الطريقه هذيك نطيبها انا 100%. ومن بعد الكميه اللي نحتاجها انا نعرف الكميه اللي نحتاجها هي اللي نحطها مباشره في هذو الاكياس، ما نضلش كل ما وما نشريش انا من برا، هذيك تاع البيع ما نحبهاش، نجبد مباشره الكميه اللي نحتاجها. ثاني رحت وجدت هنا هذه العجينه اللي بعثتها لكم خواتاتي في القناه، هنا وجدت العجينه المالحه هنايا لاباط بغيزي بدون بيض، حطيتها ونحطها ثاني نديرها في المجمد به في رمضان مباشره كي نحب نجبدهم مباشره الكميه اللي نحتاجها. هنا درت هادو على لي طاقتيلات وحدهم، ودرت على باركات وحدهم، انا شخصيا نخدمهم خمسة 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 باسكو نجبد انا 10 مع قلت لكم ندير الديول، ندير الطبق الثاني، ندير يعني الديسير، يعني كي شغل انا ندير من العقليه تاعي كي شغل نخدموا ان بو دو تو من كلش، بصح ندير شويه شويه نوع في الطابله، بصح نخدم كميات قليله ما نخدمش كميات كبيره. هنا ثاني صلصه الطماطم خواتاتي تعاوني بزاف هذه الطريقه، خواتاتي نخدمها كل واحد يخدمها بطريقته. اذا حبيت نعطيكم الطريقه تاعي ومن بعد نوريها لكم، يعني تخرج صلصه من اروع ما يكون. انا هنا ندي هذا المول تاع السيليكون ونحطه فيه ونديه نجمدو. في رمضان راكم عارفين دي فوا لا كويزينيغ ما تقدناش تاع الملحم الحلو الحريره، منين ذاك يعني تصيبي لا كويزينيغ تاعك ما كاش حتى البلاصه باه توجدي هذو الصوالح. انا ديتهم هنا درتهم في المجمد كيما راكم شايفين. لي مول اللي عندكم خواتاتي ماشي شرط كي من هذو، تقدروا باي نوع تاع لي مول تخدموهم، انا هذو روعه يعني تاع بصح يخرجوا لي الكميه اللي نحتاجها. ومن بعد نخدمهم هنا في الفيلم هذا اليمونتير، هذا ثاني قلت لكم ما يخطينيش انا العام يدور، هذا الفيلم اليمونتير ماشي برك في رمضان، العام يدور ما يخطينيش من نهار اللي يخرج رحمه ربي الشهاده تاع الصح. يعني هنا خواتاتي حتى كملتهم كامل نديهم ونرجعهم في المجمد، وفي رمضان نجبد مباشرة، يعني نجبد هذوك لي باركات اللي درتهم. اللي ما عندهاش خواتاتي ها هو، انا ما قدتنيش درتهم في ذو الاكياس، ما تصعبوش على روحكم، يعني ماشي شرط ما عندكمش تصيبوا سباك ذو الاكياس، ما همش راكم عارفين 5000 لهذيك فيها شحال 50 وحدة ولا 100 وحدة. هنا خواتاتي كيما كاع العائلة الجزائرية غسلنا البلارات تاعنا تاع لي زيبيس، ورحنا وجدنا لا موتارد كونسونطري طوماط. هنا ثاني خواتاتي حبيت نوري لكم هذا المركز تاع البرتقال، طوما متعرفوه يعني منتو جزائري. انا علاش نحبو خواتاتي باسكو كيله وحده تزيدوا له زوج كيلات تاع الماء، وتقدروا ما تزيدوش السكر، هو اصلا يجي مسكر، انا يعجبني باسكو طبيعي. ولا تيلواز ها هي خواتاتي تعمدت اني نوريه لكم، فيها 4 كيلو الله اعلم. هنا ثاني تشيشة تاعي وجدتها، يعني نهار الاول تاع رمضان يسموني ما نشري والو، كلشي تاعي راه واجد، لي زيبيس القرفه راس الحانوت الفلفل الملح السكر ثاني وجدته السوم الرند كلشي شريته. ها خواتاتي في البلارات نقيتهم راكم شايفين يشعلوا الله الله يعني، وكلشي حطيته هنا ما مشب وجدته باسكو درت حتى العسل
هنا ينسيت ما وريته لكمش. هنا ثاني القصبر المعدنوس اخوتتي انا ما نكذبش عليكم نوجزوا كامل شهر رمضان، ما نحبش هذيك الحطه تاع المعدنوس نهار كامل الكوزينه، وجدت كامل هذه الكميه نغسلها نديرها ربطات نغسلهم ونديرهم في الاكياس ومن بعد مباشره نديرهم في المجمد. انا اخوتتي ثاني حضرت العجينه المورقه لاباط فوتي، انا حضرت قيس كيلو تاع مارغارين دو فيتاش، هاو هنايا نقسمهم هكا على زوج. علاش انا هنا فقط ملاحظه باش ما نطولش عليكم الهضره، الفيديو ان شاء الله في الايام القادمه نحطه لكم، انا وجدت لكم الفيديو تاعو ان شاء الله، باسكو انا عارفه كاين اللي طلبوه مني. اليوم فقط درت لكم فيديو فقط توضيحي على كيفاش وجدنا، يعني باش توجدوا تسهلوا على روحكم العمليه في شهر رمضان. هنا ها هو نحطوا في هذا الفيلم، قلت لكم رمضان كامل نخدم به هذا الفيلم ما يخطينيش، ونديرهم في المجمد. هنا الكمية اللي درتها كاملة حطها في المجمد، وكل يوم نجبد واحدة منهم، ماشي دائما كل خطرة شندير، خطرة ندير لي باركات، خطرة ندير بهادو نديرهم لي مونشون، خطرة ندير لي فولوفو، خطرة ندير لي سوفلي، كل خطرة شندير بهم يعني بالعجينة المورقة. وعندي ثاني وصفات واحدة اخرين اللي نوجدهم يعني المخمرة نوجدها ثمثا ما نجمدهمش. هنا خواتاتي هذه هي تحضيرات تاعنا، كيما راكم شايفين في المجمد نقيت المجمد تاعي بالماء والخل مليح مليح، ومباشرة درتو خصيصا لهذا رمضان. ها هي الحميصه تاعي خواتاتي، هذه اللي بقات لي متشيشه درتها هنايا، القطايف باسكو زوج تاعي يموت على الخبزه تاع القطايف، انا شريته القطايف ما نخدموش خواتاتي، انا نشريه مباشره، شريته وجمدته. ها القصبر والمعدنوس اللي وجدته ربطات، هنا هذاك اللحم، هنا هذاك ليكويس مازال ما ندير البلونت بولي مازال ما وجدتوش، مازال يعني بعض التحضيرات. هنا ها هم هذوك لي باركات اللي درتهم حطيتهم هنا راهم في المجمد، نبدا نجبد مباشره. هنا ثاني العجينه المورقه لاباط فوتي هاني وجدتها، والصلصه تاع الطماطم. هنا ثاني شريت ديول مباشره نبدا نجبد، شريت باكيه تاع 10 انا بعد كي خصني نشري يعني ماشي شرط. ان شاء الله تكون تحضيرات عجبتكم اخواتاتي، وان شاء الله تكونوا اديتوا فكره ولو بسيطه عن التحضيرات. خواتاتي احنا هذو التحضيرات على نديروهم باش نسهلوا على روحنا في رمضان، يعني ما نقعدوش بثلاث سوايع ربع سوايع في المطبخ، مباشره ندخلوا نرموا ديك هذيك الحريره نديروا هذاك دوزيام بلا، وهذوك لي صالي نديروهم ليه مع راكم عارفين في رمضان يطلبوا لنا التحليات في المساء، راكم عارفين باللي هذا كامل راهو وقت احنا اللي رانا نتعبوا فيه. هذو والله خواتاتي غير ثلاث ايام، هذو ثلاث ايام طوال راني وجدت فيهم كلش، في ثلاث ايام درت كامل تحضيراتي من الاول للتالي، صح مصباح العشيه بصح صراحه يعني ما داتليش بزاف الوقت، ثلاث ايام فقط. يبقى لنا فقط شويه تاع الميناج تاع التنظيف وخلاص، هذا ما كان. ما تصعبوش على روحكم خواتاتي، ان شاء الله يا ربي قاعد صوموا رمضان بالصحه ولهنا، رمضان مبارك للجميع، ان شاء الله يعود علينا بالاجر والمغفره والثواب. حبيبتي دمتي متالقه، جيما كنت لهنا التلويث ارتيم ليليث.